عاملها دول. تنادي والدها لكن لا مجيب على صوتها البريء. شام الطفلة الصغيرة التي نجت من تفجير أودى بحياة أبيها طالب حجازي في بلدة تركمان بارح شمال حلب. التفجير لم يستهدف أباها وحسب، بل أصيب جميع أفراد العائلة الذين كانوا داخل السيارة. توفي الأب وأصيبت الأم وأطفالها الأربعة بمن فيهم شام الصغيرة. أطفال صغار، ناس بالمشفى، ناس بالبيت، ناس مصوبة، يتموا الأطفال. إيشو ذنب أبوهم يقتلوه؟ حزب البيكيكي فجر فيه بيكاب، وهو مع أولاده ومرته وأولاده اثنين بالمشفى، وهو دفناهن وبدون أي ذنب. هي سيارة أبيها التي كانت تقل العائلة كاملة يوما ما قبل التفجير، لكنها باتت شاهدة على جريمة طغلت مدنيين. أصابع الاتهام في العملية وجهت إلى وحدات حماية الشعب الكردية. طالب حجازي الذي ينحدر من مدينة منغة كان يشغل منصب مسؤول قسم البرقيات في ديوان فرع الشرطة العسكرية بمدينة عزاز. هاي أولاده كانوا معه، في ولدين بالمشفى وبيت أحماء وعائلته، وفجروا البيكاب فيه. طيب عم تفجر إرهابي أو بدراء إرهابي، هدول الأطفال إرهابيين، هدول إرهابيين. عشرات التفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات وسيارات مفخخة ضربت الريف الشمالي والشرقي لحلب في الآونة الأخيرة، أكبرها كان في وقفة عيد الفطر بمدينة عزاز. المدنيون الهدف الأبرز في تلك التفجيرات.